الصحة والراحة. السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذه الحلقة عندنا ثلاثة الوصفات: فخيطة الدجاج مقرملين، سلاطة حلوة بالخزو والمكور، والعصير ديال الدلاح والحامض. بالنسبة لفخيطة الدجاج مقرملين، غادي نحتاجو الفخيطة ديال الدجاج، البيض، الحليب، فارينة، البصلة، الملحة، البزار، تحميرة، فلفلة حارة مطحونة، البصلة غبرة، ثومة غبرة، والبيسكوت. باش نرقدو الدجاج غادي نخلطو الحليب، تحميرة، فلفلة حارة، البزار، البصلة، نحركو مزيان ونرقدو الدجاج. الدجاج ترقد ساعتين، غادي نحطوه يتفور وندوزو الوصفة الثانية. بالنسبة للسلطة غادي نحتاجو المكور، خزو، يوغورت طبيعي، المايونيز، الخل الابيض، السكر، الملحة والزبيب. نقطعو المكور طراف رقاق، نحكو خزو بالحكاكة غليظة، في زلافة نخلطو الياغورت، المايونيز، السكر، الملحة، شوية الخل الابيض، ونحركو. نزيدو الخزو والمكور ونخلطو. غادي نصيفطو لصالات تبرد ونرجعو للدجاج. نخلطو فارينة مع التحميرة، البزار، ثومة غبرة، والملحة، ونزيدو الفلفلة حارة مطحونة ونخلطو مزيان. نحطو الزيت سخن، نحطو البسكوت في ميكسر ونطحنوه. وهلا شابلور موجودة. نطربو البيض، ندوزو منو الدجاج، ندوزو الدجاج من الخليط ديال الدقيق، ونعاود ندوزوه من البيض، وندوزوه في لاشابلور. الزيت سخنات، ندوزو القلي. الدجاج وجد، ندوزو العصير. جوج مكونات: الحامض والدلاح. ممكن نستعملو الاكستراكتور او الميكسر. ندوز للتقديم. من ندريسيو لا سالاد، نزيدو فيها شويه ديال الزبيب رطبناه من قبل. بالصحه والراحه.